افضل رئيس تحرير سنه 2008 من جائزه مصطفى علاء امين ايضا واخبار اليوم، واليوم افضل موقع الكتروني. بعتقد انه هذه الجائزه لها مذاق خاص، ومهما حصلت على جوائز بتشعر ان جائزه مصطفى علاء امين لها مذاق خاص، جائزه اخبار اليوم لها مذاق خاص. لماذا؟ لانه اخبار اليوم هذه المدرسه التي اسسها مصطفى علاء امين هي مدرسه صحفيه تاثرت بها الصحافه المصريه كلها، وتجاوزت وتخطت حدود مصر واثرت في الصحافه العربيه. نستطيع ان نؤرخ للصحافه المصريه بما قبل اخبار اليوم وما بعد اخبار اليوم، بما قبل مصطفى وعلي امين وما بعد مصطفى وعلي امين. رمزين كبار جدا، مدرسه لا تزال حتى الان مؤثره فينا، مؤسسه كبيره هي الاعرق والافضل في مصر والعالم العربي. انا ربما اكون لم احصل على شرف العمل في مؤسسه اخبار اليوم، ولكن اقول بجديه كامله وبصدق شديد انني تاثرت بصحافه اخبار اليوم كقارئ منذ نعومه اصغري، لانه هذه المدرسه الاعتماد على الخبر الصحفي، الاعتماد على التقرير الصحفي، تجديد فنون وقوالب الصحافه تم في اخبار اليوم، الاعتماد على الصوره الصحفيه، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، كل جديد في الصحافة المصرية أسسته أخبار اليوم. علشان كده بقول أن الصحافة المستقلة في مصر، سواء مصر اليوم اللي أنا أسستها أو الوطن، خرجت من عباءة أخبار اليوم. ليه؟ لأنها هذه هي الصحافة الحديثة. تمرد مصطفى وعلي أمين على صحافة الرأي، على صحافة المقالات، تمرد على صحافة المنشورات، وصنعوا صحافة جديدة أعتقد أن خرج من عباءتها ومن رحمها عشرات الصحف المصرية والعربية. فده له مذاق خاص كبير جدا عندي. أنا بعتقد أن أنا أنتمي لمدرسة